سكارة، معلش ده يعني بيخليني أسأل حضرتك على فكرة الدور اللي بيقوم بيه الإعلام، فكرة إن الإعلام ليه دور في الحفاظ على قيم المجتمع، على هوية المجتمع اللي هو موجود فيه، فكرة إن الإعلام يضرب بقيم مجتمع أو يهز هوية مجتمع أو يحاول إن هو يمس هوية المجتمع من خلال نشر أفكار، من خلال مواد إعلامية، مواد ترفيهية بتنافي القيم الخاصة بهذا المجتمع وبتحاول إن هي يعني تستجلب نماذج غربية لا تتماشى مع قيمنا ولا من مجتمعنا، وبيحاول يسربها حقنة تحت الجلد كده وتمشي في المجتمع. شايف حضرتك دوت إزاي؟ بص، هي في مقولة يمكن قديمة شوية بتقول الإعلام كالنار، إما أن يجلب الدفء أو أن يشعل الحرائق. إحنا عايزين الإعلام يعني يجلب الدفء في قضايا، وفي الآخر بنقول علموا الناس ما ينفعهم. في قضايا بتثير الفتن وبتثير الصراعات بين الناس ولا طائل من ورائها. يمكن خليني برضو أقرب القضية، ما أثير عن ضرب المرأة والخناقة اللي حصلت، يعني كان مفروض إننا ننأى بنفسنا عن معركة زي دي، يعني دي جدليات بقى عمرها طويل جدا جدا وقضايا محسومة. الإسلام كرم المرأة أعظم تكريم، أعظم يعني من الديانات السماوية اللي كرمت المرأة الإسلام، لكن ها إثارة الأشياء دي يعني بتهين المرأة وبتحط من قدرها. مين يقبل في الوقت الحالي ها اللي المرأة المصرية فيه في البرلمان وفي الوزارة وفي واخدة حقها، وأما بنروح احتفال بنبص نلاقي بناتنا والشابات واقفين ما شاء الله زي الفل، مين يقبل بقى إن هذه المرأة يتم ضربها ويقول لك أصل تضربها بحيث إن ما تكسر لهاش عظم؟ يعني معنى يعني يا جماعة، أنا مش عايز أدخل في جدل ديني، بس في تفسيرات كتيرة جدا جدا وكلها بتنحى الضرب إن تفرق، لكن مش هجيب عصاية وأضرب وأكسر عظم. إثارة هذه القضية بتثير فتنة بين الناس طبعا، وتبص تلاقي فتنة، وينسب هذا الكلام للرجل الجليل الشيخ الأزهر. الشيخ الأزهر ده شخصية يعني إسلامية، وشيخ الأزهر الاعتدال والوسطية ولو مكانة كويسة، واجيب واحد يرد عليه ده لا يليق. ده هذا يعني مش عايزين نشعل حرائق وفتن بين الناس، مش عايزين. وبعدين اجيب قصة تانية، واحد متجوز 30 واحدة عشان يبقى محلل ويتجوزوا تاني. مش دي المرأة المصرية على فكرة. الحوادث الفردية حتى لو كان ده يحصل، ان اظهرها كقضية عامة او كظاهرة عامة ده مش مظبوط. طب ضرر ده ايه على الشخصية المصرية او على البلد او اسم البلد او وضع ناسها حتى اللي في الخارج؟ هو ده نوع من التشويه. طب يعني انت عندك المرأة المصرية، المرأة المصرية فخر للمرأة العربية والمرأة المسلمة، وبتشتغل في البيت وبتشتغل مع الأولاد والمرأة المعيلة، واقفة جنب جوزها ودكتورة ومهندسة وطيارة وعاملة في المصنع. طب أنا أسيب النماذج العظيمة؟ يا جماعة أنتوا ما بتشوفوش المؤتمرات اللي بتعقد والوزارات والمصالح الحكومية؟ المرأة دلوقتي قاضية في مجلس الدولة، صحيح، ووكيلة نيابة، والمرأة بتشتغل عندنا كم وزيرة، وزيرات ما شاء الله زي الفل، والمرأة بتشتغل في المجتمع وفي الوزارات وفي المحاكم وفي المحافل وبتمثل مصر تمثيل عظيم عندنا في الداخل والخارج. أجي أنا أسيب هذا النموذج ها وأجي أسلط الضوء على امرأة يا عيني عايزة بتدور على واحد عشان لا ما ينفعش، ما ينفعش. يعني انا طب ما نسلط الضوء على الاضواء على الحاجات الكويسه، ماشي. انا ما جبتش حاجه من عندي، ما ده نموذج موجود. انا موافقك ان خد هذه الظاهره، بس عليك في حجمها، ما خليهاش تبقى ظاهره عامه، ما يبانش ان السيدات المصريات مطلقات. الراجل ده عليه اقبال يعني، ودي حاله عامه وناس عايزه تعمل كده ومحتاجين محلل يعني. لا يعني هنا الاعلام دوره هنا يعلي شأن المراه، لا يحط من قدرها، لا يحط من شأنها، يبرز صور البطولة. طب قضية أم الشهيد، أمات الشهداء دول وزوجات الشهداء، مش دي مرأة مصرية؟ أكيد. طب إيه أنا أركز على ده وأعمل هيصة في المجتمع إن المرأة كذا وكذا وكذا؟ لا، النماذج اللي بتيجي دي حوادث فردية ولا تعبر عن المرأة المصرية، ومن الخطأ الجسيم تعميمها على انها ظاهره عامه. يعني حضرتك مش مع تسليط الضوء على نماذج زي دي في حجمها دون تهويل او تهوين.
في حجمها الطبيعي جدا زي ما بيحصل في كل بلاد الدنيا. ما بيجيبوش قصة زي كده يروحوا عاملين يعمموا هذا النموذج وكأن كل النساء بالشكل ده. تتخذ في حجمها الطبيعي، حجمها الطبيعي انها حادثة، لكن ان انا بقى مش عرض تجربة، مش عرض تجربة وافتخار بالبتاع اللي هو افتح له مجال ان هو نفس يقول الحكاية بالنسبة لقضايا الطفل. قضايا الطفل اليونيسيف حاطين قواعد لتتعامل مع قضايا الطفل ازاي. الطفل ده بنعتبره صاحب السيادة، هذا الملاك الصغير، فانا ما حطش بقى من شأنه واجيب الاطفال الملاجئ واطفال الشوارع اعالج هذا الظاهرة، بس في حد بغرض الاصلاح وفي الحجم الحقيقي، مش اعمل ترند، ما اعملش الترند على سمعة البلد، يعني ما ينفعش. حضرتك شايف ان في ناس دلوقتي في الاعلام بيستهويها ترند اكتر منها يستهويها ضميرها المهني وخدمة البلد اللي او المجتمع اللي هم عايشين فيه وهم جزء منه؟ والله العظيم اقصر طريق للترند هو المصداقية. انت لو عملت قصة كويسة متعالجة كويس وفيها جانب انساني، طب انا عايز اقول لك حاجة، القصة بتاعت ريان ما عملت مليون ترند لانها فيها قصة فيها الابعاد الإنسانية. طبعا أنا مش عايز أدخل في التفاصيل، بس هي دي قصة فيها الأبعاد الإنسانية. عندنا ملايين القصص فيها الأبعاد الإنسانية وممكن تعمل ترند، وألاف النماذج اللي أنا أشتغل عليها. لكن ما هو يعني ما هو في بعض الأحيان صفحة الحوادث بتبقى الأكثر شهرة، يعني بعض الناس بتفتح على صفحة الحوادث، بس مش صفحة الحوادث هي اللي بتعبر عن المجتمع، لأن يعني كل مجتمع فيه جريمة وفيه الحلو وفيه الوحش. لكن هنا يعني أنا عايز أقول المجتمع بإجماله بخير. ما احنا عندنا مخرجة قاعدة هي أو على الكاميرا، صح؟ مظبوط. ما دي مرأة مصرية وقاعدة بالليل وبتصور البرنامج، نموذج محترم جدا حقيقي. جدا مش كل النساء تدخل في الإعلام هتلاقي مذيعات وسيدات محترمات جدا وحاملين الرسالة وبيقضوا دورهم، فما ينفعش هذا التشويه. يعني أنا بقول مش تقول الله في بلدكم بقى، لا يعني مفروض إن إيه يعني نقف بقى عند الحاجات دي، في قوانين وفي أحكام ولازم نحترم المجتمع، لازم نحترم عاداته وتقاليده. وعلى فكرة أنا بتكلم عليه ده مش شأن مصري، هذه القضايا لا يمكن يعني ترويجها أو إثارتها في أي مجتمع عربي طب أو أي مجتمع مسلم، لأن كلنا زي بعض. تمام أنا ما أحرج، لكن ليه ممكن نلاقي إن هو يعني بنلاقي مثلا من قنوات موجودة في مصر مثلا، يعني هل ما هو لازم بقى لازم عشم يعني ولا بص لازم نلتزم، يعني يبقى فيهم التزام. يعني انا عايز اقول حاجه، العلاقات بين مصر والدول العربيه علاقات هايله جدا، ويعني كل الدول بتسعى حتى هنا، يعني يعني التوجيهات او الحوار بالنسبه للسياسه الاعلاميه من الدوله المصريه رأب الصدح، لا ندس انفنا في شؤون اي صح. شعب عربي، نحترم اراده الشعوب، يعني نشجع على استعادة الدولة الوطنية في كل الدول العربية، نقف في ظهر الدول العربية نساعدهم. الخطاب السياسي للدولة المصرية لم ينطق حرفا واحدا إلا بالخير في حق أي دولة عربية، ما سمعناش خطاب سياسي داخل مصر تناول أي دولة عربية بسوء. يعني أنا أتحدى، ولكن دايما بنتحدث عن علاقتنا بالأشقاء بمنتهى الاحترام وبمنتهى التقديس وبنحترم، فعلى الأقل لازم الخصوصية ما بين الدول العربية نحافظ عليها. إحنا في الآخر كعرب بنلاقي بعض، بنلاقي بعض، ويمكن يحصل ما بيننا نوع من الزعل نوع، لكن إحنا شايفين ما شاء الله العلاقات العربية دلوقتي حتى اللقاءات هنا لقاءات عظيم. مع كل زعماء العرب وحرسين، فعلى الأقل الإعلام عليه أن يقف في هذا الخندق ويساعد ويدعم ويعمل يعني على تشجيع العلاقات ورأب الصدع، وإنه يكون فعلا إعلام للخير وللمبادئ وللقيم وللمسل. أكيد. طيب هل الرسائل الإعلامية المغلوطة أو بعض يعني الأفكار اللي ممكن تنشر بشكل أو بآخر على وسائل الإعلام، هل شايف إن هي بدأ يبقى ليها مردود إما في العنف الزائد اللي بنشوفه أو أنواع الجرائم مثلا اللي ممكن تكون مستحدثة على المجتمع أو بعض الأفكار اللي ممكن تكون منتشرة، هل بالفعل ده سببه الإعلام ولا الإعلام بريء من ده؟ هي انتشار السوشيال ميديا بهذا الحجم الهائل، وإنت لا تملك المنع ولكن تملك ملء الفراغ. ملء الفراغ بمعنى إيه؟ إن في مواد
إعلامية مسيئة، فعليك أن تنتج مواد إعلامية جيدة عشان في الآخر الجملة العملة الجيدة بتطرد العملة الرديئة. آه هناخد وقت، هناخد وقت، بس عليك أنك تبدأ بدال مثلا ما نبكي على اللبن المسكوب ندور على إناء لبن آخر. يعني هي كده، الحديد لا يفله إلا الحديد، والإعلام برضو لا يفله إلا الإعلام، فعليك أنك بقى تشتغل بجدية. وأنا شايف بجد يعني الإعلام المصري في مجمله بيؤدي الرسالة كاملة، والدليل على كده، الدليل على كده، ما هو ده مش كلام نظري، الدليل على كده صورة مصر في الخارج صورة جيدة جدا ومبهجة جدا، لا تذهب إلى أي بلد عربي أو أوروبي إلا لما بيقول لك التجربة المصرية والإنجازات المصرية والخطة الإصلاح الاقتصاد المصرية وما تفعله مصر، وأصبحنا تجربة يحتذى بها وكثير من الشعوب عايزة يعني تحقق مثل مصر. هذه التجربة في مصر ده معروف. طب ما هو هنا الإعلام لعب ده، يعني الإعلام كان ليه دور مهم جدا في نشر المشروعات القومية وفي توعية الناس وفي أمور كتيرة جدا جدا، والدليل على ذلك أن الإعلام المصري دلوقتي يعني بقى متعدد الروافد والقنوات. يعني عندنا إعلام الدولة وفي إعلام خاص وفي شركات والناس كلها شغالة بمنتهى الحرية، ما حدش بيقول لحد اشتغل أو ما تشتغل. عندنا عدد كبير جدا من الإعلاميين في القنوات كلها، وما شاء الله مجموعة من الشباب غير مسبوق أن هذا الحجم من الشباب بيضخ في شرايين الإعلام المصري في القنوات الخاصة في كل القنوات. يعني أنا أحيانا بقعد أتفرج مؤتمر منتدى الشباب الشباب العالم الأخير الأخير، يعني ما شاء الله أنا شفت حوالي يمكن مش أقل من 10 مثلا 12 شاب وفتاة بيقدموا المنتديات والنقاط بمنتهى القوة والالتزام ودارسين وفاهمين، ودول المستقبل، دول مستقبل الإعلام. فإحنا مش عايزين بقى كل شوية إيه يعني نجلد أنفسنا. آه ممكن إحنا بنتمنى الأكتر، يعني بنتمنى مزيد من النجاح ومزيد من التقدم، بنتمنى إن كمان يحصل يعني نوع من التحالف أو نوع من معاهدة صداقة كده بين الإعلام والثقافة والفن، لأن الثلاثة دول بيشكلوا حاجة واحدة. أنا أتذكر مثلا الستينات كان الفن بيلعب دور مهم جدا جدا، وكانت القوة الناعمة المصرية في أوج مجدها، وكان الإعلام بيخدم على وكان ده، وكان هو يعني الأداة اللي بتوصل ده في المحيط العربي. يعني يعني مثلا ألاقي حفل أضواء المدينة اللي كان بيعمله جلال معوض، بشوف في كم بس في فنانين ثقافة وإعلام وأشقاء في الوطن العربي قاعدين بيسمعوا وقاعدين من المحيط إلى الخليج قاعدين، وهذه الحفلات كانت خرجت كل النجوم الجداد، يعني كان النجوم قدام مع نجوم جداد، فكان في زخم ضخم جدا. هيقول حضرتك بس ده ليه ما ترجعش أضواء المدينة؟ هيقول حضرتك ده إعلام الستينات وعصر الستينات، ولكن ولى على ده نص قرن والدنيا اتغيرت، ده المفروض احنا نتقدم. انا بقول لك هيقول لك لا خلاص الستينات وجو الستينات ومجتمع الستينات العالم اتغير. يا ريت بس الجو ده يرجع تاني. هو محصله الجو ده ايه؟ محصله الجو ده ايه؟ الرقي الرقي والمشاعر الساميه ده انت كان عندك مثلا المطربين والفنانين كانت اعداد كبيره جدا، يعني خد عبد الحليم ونجاة وفزت الأوبريتات. دلوقتي انت عمال تتكلم عن المهرجانات، ما فيش الا لهم مع الساحه. طب مين يعني، هل انت ملأت هذا الفراغ الفني بعشرات المطربين والاغاني والحاجات دي؟ دول كانوا هيبقوا على الهامش، لكن باعتبار ان الفراغ واسع فدول اللي ظاهرين على السطح. حضرتك مع اعطائهم المساحه على الاعلام ولا لا المهرجانات؟ ما هو ما فيش، ما انا بقول لك يعني انا مع ايه، مع ان يعني انا مؤمن بان مصر ولاده، مصر فيها مئات والاف وعشرات الالاف من المواهب حقيقي في كل المجالات، بس ولكن اللي يطلع اللي زي يطلع. كيروش ومحمد عبد المنعم اللي يمد ايده ويجيب ده يحطه في الصداره. انت محتاج كيروش بس. محتاجين كيروش في حدد عشان يقدر يطلع نجوم ويقدر يطلع فنانين ويقدر يطلع مؤلفين ويقدر يطلع موحنين واشتغلوا. يعني زمان كانت فرق الشباب بتشتغل مع بعض، يعني مثلا ايه عبد الحليم حافظ وكمال الطويل محمد الموجي وصلاح جاهين، فريق مع بعضه واصدقاء يقعدوا يشتغلوا وبليغ يعملوا الروائع دي. احنا عايزين بس كان لهم فرصه، كانوا واخدين فرصه، لكن مين بياخد فرصته دلوقتي؟ بقى عندك دلوقتي في ولي الانتاج اللي هو بيصرف، ودول شباب بيتحكم في الذوق ويتحكم في التوجه ويتحكم في كل حاجه. وبعدين انت احيانا بتصرف على
اما بتلاقي موهبه كويسه انت بتصرف عليها عشان ما تغنيش مش عشان تغني يعني. فبيبقى في وقت مين اللي يتبنى ده بقى؟ مين؟ الدوله. طيب خليني اسال حضرتك، هل الدوله واعلام الدوله يتحمل هذه المسؤوليه قريبا ان هو يكفل هذه النماذج ويطلعها وتطلع تاني الحفلات اللي زي اضواء المدينه وما الى ذلك؟ هل ممكن نشوف ده في القريب العاجل عشان المواهب الفنيه دي؟ ارجو حضرتك بعد الفاصل. ماشي، خليكم معانا. اوكي. Yeah.